بعض صور العقوق المعاصرة هو أن يدخل والديه في دار العجزة، وهذا من أعظم العقوق المعاصر، ولأنه يؤدي إلى إهماله وإلى التخلي عنه وإلى تعذيبه تعذيبا عاطفيا وتعذيبا شعوريا، وأبلغ مما نهى الله عز وجل عنه أن يقل ولا تقل لهما أف. فهذه كبيرة من الكبائر، لا، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يصنع ذلك بوالديه أو بأحدهما.